المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلع دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. شخص محكوم عليه بالنفي في كوكب لوحده عشان يتعذب بالوحده، لحد ما بتجيله هديه، روبوت على هيئه بنت. ومن هنا بتبدا الحلقه السابعه من مسلسل ذا توايلايت زون. هقول لك نبذه بسيطه عن المسلسل قبل ما نكمل حلقتنا النهارده. مسلسل ذا توايلايت زون هو اقدم واعظم مسلسل خيال علمي في التاريخ، وكل حلقه منه ليها ابطالها وقصتها المختلفين، والحلقه قائمه بذاتها بالظبط زي بلاك ميرور. بس الفرق ان توايلايت زون هو الاصل لكل الاعمال دي، فاحنا قررنا نترجمه حلقه بحلقه وننزلها على هيئه حلقات على اليوتيوب كريفيو، وهيكون في حرق، وهتلاقي الحلقه كامله ومترجمه على التليجرام. فانت دلوقتي قدام حاجتين تختار منهم. الاولى انك بعد ما عرفت نبذه عن الحلقه تروح على قناه التليجرام تتفرج عليها مترجمه بترجمتنا، والاختيار التاني انك تتنقل معانا في رحله للبعد الخامس خلف حدود معرفه البشر، بعد ممكن نسميه The Twilight Zone. زي ما قلت لك اول الحلقه، شخصيتنا الرئيسيه ارتكب جريمه قتل، وعقوبته كانت انه يقضي 50 سنه على كوكب كامل لوحده، مفيش حاجه حواليه غير الوحده التامه، تقدر تقول انه كل يوم بيفقد عقله وبطريقه ما بيرجع تاني، وهكذا لمده اكتر من 4 سنين، مفيش متنفس تقريبا غير شرطه الامدادات، ودول مجموعه من الناس بتروح رحلات للكوكب ده كل فتره يسيبوا فيها اكل وشرب وممكن كتب لو المسجون طلب ده. وحابب اقولك ان من كتر الوحده اللي بيعيشها المسجون بينسى يسال عن تبعات الحكم اللي عليه، لانه ما بيصدق يشوف اشخاص حتى لو كانوا شرطه الامدادات، انت متخيل؟ المهم المره دي الموضوع كان مختلف. المره دي شرطه الامدادات جابت له حاجه غريبه جدا، وهي روبوت او اله على شكل بنت، بتكون ببشره وجلد وشكل زي البشر تماما، لقوا كمان بتاكل وبتشرب وليها مشاعرها الخاصه وذاكره كامله، يعني حرفيا مفيش فرق بينها وبين البشر غير طريقه الصنع. المهم بعد ما بتمشي شرطه الامدادات وبيبدا يشوف الروبوت ده، بيبدا يهاجمها عشان تمشي، لانه مش متقبل الفكره نفسها لانها مش حقيقيه، وبتبدا هي تتعامل معاه برضو رغم رفضه ليها، لحد ما في مره بدا يتعصب عليها ويقول لها انها مش حقيقيه، حتى لو كان شكلك جميل فانت مجرد خدعه، فبتعيط، انت متخيل روبوت بيعيط؟ فطبعا شخصيتنا الرئيسيه ضعفت، اذا كنت انا وانا بتفرج ضعفت. المهم بتبدا حياه الوحده تروح، وبتبدا حياه المشاركه ما بينهم، واللي من خلالها انت كمشاهد بتبدا تتعاطف مع العلاقه دي، العلاقه اللي حتى البطل مش عارف هي ايه، هل هي راجل وست، هل هي راجل وآله، بس هو ما بقاش مهتم، هو متقبل العلاقه لانه حبها فعلا، فما بقاش متقبل اي مسميات للموضوع. حته سريعه عجبتني جدا في الحلقه، وهي رمزيه الاله اللي كانت حاضره في الحلقه النهارده، وكانت مفاجاه بالنسبه لي الحلقه دي، رغم اني متعود دايما على رمزيه الاله في المسلسل هنا، وهقول لك ليه. لانه برغم كل التطور والسفر في الفضاء والالات شبه البشر تماما، ده غير الوحده القاتله اللي كان عايشها البطل واللي تخلي اي حد مهما كان يتجنن، ما عدا انا عشان انا بحب الوحده. المهم رغم كل ده بيجي لك مشهد وهما الاتنين قاعدين مع بعض بيتفرجوا على النجوم في مشهد رومانسي، فالروبوت او البنت بتقولك بكل عفويه وهي بتتفرج على جمال النجوم، بتقول ربنا جميل عشان النجوم اللي خلقها جميله. هنا الواحد بيجي في دماغه تلقائي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الله جميل يحب الجمال. فحقيقي المسلسل ده بيبهرني حلقه عن حلقه. طيب نرجع للحلقه اللي احداثها هتشد اكتر واكتر. المهم بعد الجو الرومانسي بتجيله شرطه الامدادات وبتقول له انه اخيرا تم مراجعه قضيته واخد عفو نظرا لظروف القضيه، وهنا بيفرح وبيقول لهم انه هياخد مراته معاه، فهم بيسألوا انت اتجننت، مراتك مين؟ فبيشاور لهم على الروبوت، وهنا الموضوع بيكبر بنزاع كبير ما بينهم عشان يثبت لهم انها مش آلة وانها حقيقية ومن البشر، لحد ما واحد منهم بيضرب الآلة دي بمسدس عشان يبان شكلها الحقيقي. وهنا انت نفسك كمشاهد بعد ما بتكون متعاطف مع العلاقة دي بترجع تاني لعقلك ان كل ده وهم، وان الوحدة القاتلة اللي كان فيها البطل هي اللي وهمته بكل ده، وهنا بيرجع لعقله وبيعرف انها مجرد آلة مش اكتر، وبيقول هنا انه لازم يفتكر ده ويخليه جوه عقله. والجملة دي بحد ذاتها اسقاط ورسالة لينا، ان مهما اتطورت التكنولوجيا والآلة ومهما خلتنا نتغلب عن شعورنا الداخلي بالوحدة، انها عمرها ما هتكون حقيقية. وهنا انتهت رحلتنا في البعد الخامس من كل الاماني والافكار والخيالات اللي بتيجي في عقلنا دايما في يوم من الايام، حتى لو كانت بمعالجة مختلفة. وبس كده، استنونا كل خميس وجمعة وحلقة جديدة من مسلسل The Twilight Zone.
هتكون كاملة ومترجمة على قناة التليجرام، وهينزل لها حلقة على اليوتيوب كده زي النهاردة، وكمان على صفحة الفيسبوك. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد دايما أول بأول. أشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.